ازيكم يا مواليد برج الجدي؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجدي ليوم الثلاث واتنين نوفمبر تشرين الثاني 2021. لا تعقد الامور وحاول انك تاخدها ببساطة، لان الامور المعقدة بدون اي لمسات منك، وترى ذلك في فترة الظهر اللي بتعد بالنسبة ليك الاسوأ خلال النهار، وفي فترة ما بعد الظهر هتبدأ الأمور بالتحسن معاك، وممكن يصلك خبر جيد يحسن من مزاجك. الناحية العاطفية ممكن إنها تشهد تطور ملحوظ وجيد بالنسبة ليك في فترة المساء. مهنيا حاول إنك تعمل في الظل بعيدا عن لفت الأنظار، إذ أن مشكلات صغيرة في العمل ممكن إنها تولد نفورا بالنسبة ليك. عاطفيا مفاجآت سارة من الحبيب بحتأكد إنك إنه حبه ليك كبير وإخلاصه أكبر من إنه يوصفه. صحيا حاول إنك تلتحق بأحد الأندية اللي بتضم حوض سباحة شتوي، وممارسة السباحة مفيدة لكل عضلات الجسم. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 ديسمبر ل 31 ديسمبر. كل شيء سهل في الوقت الحالي، وانت بتستمتع حقا بالأمور اللي بتقوم بيها، وده هيتركك أيضا وراءك أثر من الجاذبية الإيجابية. ما تتعجبش عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم، لكن لا تكن مغرورا وحاول انك تشترك في المشروعات المختلفة، لانها ممكن انها تقدم ليك الالهام فيما يخص خططك الخاصة. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يناير ل 10 يناير. الان وقتك، وممكن تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكون أصدقاء جدد يلجأ إليك الناس أيضا في حياتك الخاصة. ممكن أنها تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت ردة فعل إيجابية. من الضروري أنك تضع حالة النشوة الحالية على سجيتها وتحتفل اليوم. ما رأيك في أن ترقص؟ هيعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة. توقعات العلامة التالتة مواليد 11 يناير ل 19 يناير. ممكن انه تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما ان روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما امكن ذلك، لان هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع اصدقائك. ما رأيك في اقامة حفلة وانت في حالة مزاجية جيدة؟ يمكنك تحمل أي شيء، لكن لا ترهق نفسك وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.